انا يشوف مسيف طالي بانه وحق رجع الوطن جل ساكي يتزدمت زعما. من الفيديوهات اللي ما نسفتهم لها راني كتقول نسمع. لي شفتي هذا الاعتراف كافي على داك الشيء اللي كان داير تحت تهديدات. الله راه كبير، لا كل شيء يمشي للحبس. عدوا عليا بزاف ايموجي كتبكي، عييت من هذا. عرف انت يا فما فما تبارك الله كتكتب فما غانز. غنقولش هاد الكلمه قدام الكاميرا، عييت من هاد كامل. انسان مشي نهار اثنين عند المحامي، اصلا كون شي طلع ليا في راسي وكتبكي عليا. شتي بمعنى عليا بمعنى لا دات قول لي فوقاش لا دات هاد الشيء بمعنى 19 اوت. واخا هذا مو هذا انا بقات فيا واخا هكاك وطلعت عند الجوك حيت كان عنده مشكل معاه وقلت ليه صافي بعد منا راه كتبقى. واخا هذا السؤال انا بغيت نطرحه عليك، واش فعلا ندى حاسي ونزار كانوا كينصبوا عليك باش تصيفطي لهم فلوس؟ بيان سور راه دار باقي عندي حتى انا غنرجع لعندك. انا غنعترف في ديك الوقيته اللي كنت عايش مع ندى حاسي، كنت هي كتقول لي سير بكي على دنيا وهكا راه كندي منا وهدي مهدي، وانت راك عزيز عليها ومعمرك طلبتي من عندها شي حاجه غادي تقول لك اه. فانا كنضطر فهمتيني انت كنديرو كنرجع للور فهمتيني كتضطر زعما انت شريك في هذه الجريمه. شنو كتبقى تقول الكروفيتا باش تعطف عليك؟ هو باينه كان كيكذب ماشي بحال هكا. بلاتي غنشوفو غنشوفو غنعيشو معاكم مشاهدينا الكرام السيناريو ديال النصب والاحتيال او لا التسول الالكتروني اذا صح التعبير. كيفاش كنتو كديرو باش كتستغلوا هذه السيده باش كتصيفط لكم فلوس؟ قالت لي سعد هادي كذب عليها وقول لها راه حنا ما مصايبين ما ناكلو حنا في الزنقه حنا هادي. وبعض المرات فيها كتهز التليفون وكتبقى تبكي على كروفيضه، وانا كنصدم كنشوف فين هذاك نقول او واش هادي ندى ولا كذبت. كتبقى تبكي داكشي ديال اليوتيوب ابنتي. كيف ما كتشوفوا ندى حاسي كتبكي في اليوتيوب قدامي انا. الله اختي كروفيضه حريضه دات لي فلوسي ديال الادسنس وما لقيتش الحليب باش نشري لبنتي، وباش نبدا كتسب ما قدامي انا كنبقى نتصدم. قلنا لها قال واني زير خليك راجل راه الوقت بغات بحال هكذا. والله هاد الكلمه هادي باقي عاقل عليها. والسيده بحال الحمقه جالسه كتصيفط ليها والله القسم. وفي الاخر ما قالت لها الله يرحم بها الوالدين باش جازاتها طالعه مع شربها وجالسه كتسب فيها وتهضر فيها وتعير فيها. وانا نيت مؤخرا كانت كتقيدني نادا باش نعرف فهمتيني، وانا كنت كنعاود لها كل شيء كنت كنقول لها شوفي نادا شنو قالت لي شنو قالت لي شنو قالت لي. يعني انت عارفنا سمعنا الروايه ديال نزار قال لك انا كيعيط لك في التليفون كيبقى يبكي حنا ما عندنا ما ناكلو صيفطي لينا. انت كنتي كتيقي هذا الشيء بسهوله؟ بيان سور. واش وحده معيطه لي وكدير الكاميرا هذا شاد البنت جالس في اللور. عندي التصويره باقي عندي كل شيء. كنشوف البنت الصغيره وشادنها وكتقول لي ما عنديش ليكوش وكطيحهم حجر قدامي. راه انا نط واحد المره مع سبعه الصباح مشيت كنقلب فين صيفط ليها. نمشي نصيفط لها شي مبالغ اللي هما كبيره مي كوميم كيما كنقولوا لو جيست كيكونت. انا كنت كنشوفهم في هذه الحاله كانت تبقى فيا كتقول لي انا امي خذات لي فلوسي كاملين محيده لنا الفلوس وانا نبعد من. كانت كتهضر في امها ما كانت كتهضر فيها هما على اجل الفلوس. هاد الناس يقدروا يديروا اي حاجه. الفلوس كانت كتعير في امها وتسف في امها بحال ولو كانت كتعير حتى بنتها. هادشي على اجل الفلوس. كنتي كتصيفطي الفلوس؟ عندك لي ريسي باش كنتي كتصيفطي؟ سيغ عندي كل شيء. شتي التليفون هذا عندي فيه باقا حيت عندي بزاف النوامر ديالها. جبت لك دابا لا فوتو اللي مصيفطه ليا هاد بان مصوره هادو جالسين في الطوموبيل لور. واخا كنتي كتصيفطي لها مبالغ ماليه وفي اول حال انت شوف هنايا مصيفطه لي شوف نزار والدري بحال خصك تدخل لكم ندخل لكم بيرسون مراتي شوف يلا بيناتها ليا صورتني انا هزت الدريه ما تعيش بيا الله يرحم لك بال الوالدين وقد الدنيا ورادوني عافاك وري. شوف انت تقرا ماما اختي ما بغاتوش كاع عطاتني بنتي والحوايج وقالت لي الله يعاون دابا كندورو بحال الحمق في الطوموبيل. واش انت ما بقيتيش؟ قلت لها بلاتي مسافره. لا بلاتي قال لي لا هي لا هي اللي تسافر بلا ما بقيتيش غاده لدبي. كانت كتقول غاده لدبي قالت لي لا هي اللي تسافر. ما بيناش بين غير انا بينه. شوف اخوتي الصوره ما كتشوفش دابا مراتي انايا عايش معاها جالسه كتسعى بيا. اش هاد الشيء مور هذا؟ ما نوريكمش راي الكونفرساسيون بعدا. ندخل لك التصويره فيها غير انايا حقاش انا عادي. انت البنيه الصغيره هي قدام يعني صوراتكم. انا البنيه الصغيره مصيفطه لي اول حاجه ما كاينش النمره ديالي. اما الميساجات الكونفرساسيون ما كتهمكمش راه سمعتوها شنو قالت. التصويره اللي خاصكم تشوفوها باقا عندي انا مصوره. انت مراتي مصوره مصوراني هزت بنتي وكتقول لها عافاك صيفط لي الفلوس. هذه نقولها لكم بواحد الطريقه اخرى بلاتي كل صريح باش تبان في الكاميرا.
بلاتي باش ما فكر هادي ندى حاسيني هي الزوجه ديالي مصوراني بالاخبار اقسم بالله اللي الله شفتها باقا حد الان انا ما قالتهاش ليا بلاتي هادو بلاتي مصيفط لي عافاك صيفط لي الفلوس راه ما لاقيه ما ناكل وهكذا وهكذا وصورتني انا هز بنتها باش السيده تحن فيها وتصيفط لي الفلوس ها التصويره اخوتي باش عرفونا ما كنكذبوش اي حاجه عند المهم عندنا لها دلائل ها انتما شنو تقول ما تصورينيش انا التشهير هادو كيعاقب عليه القانون واش غيمشي للمحامي او الثاني هادشي كاين اخرى شكاي اخرى ديال التشهير ما تسعاش بيا انا هذا شحال تسعى بيا دنيا واش انت ما قلتيش لي علاش انا راه جيت نوريك شنو عندي راه تصدم تقدر تدخلها غدا للحبس الا وريتك شنو عندي وانا ما كنتش متق الله بها لان اليوم كنحسب اليوم كاين وقت المحاسبه واش سيدي كتسعى بيا اخويا مراد انا مريح شاد بنتها قالت كنغني لها باش تنعس على نيتي وهي قالت كتصورني هز بنتها وتصيفط التصاور كنت راه شريك معاه انت اعترفتي بانك انت كنتي كتمثل على ولكن ماشي ديك الدرجه عاوتاني واحد مثلتو عليهم غير كروفيتا شوف اخويا الصراحه انا مزيران بزاف والله سلفي لي اختي على عندك نهار 23 يعني حيتو ما كتخلصو ال 23 عرد لك فلوس يعني انا سلف يعني كنسال الفلوس يعني خصها ترد لي فلوسي انا عندي لي بروف بان انا مسلفك يعني الفلوس ما عطيتكش كنت كتطلبي مني السلف يعني انا كنسالك وعندي لي بروف وهي باش صيفط ليها هاي ويستر مني هاي هي بسميه صيفطات لي بسميه ديالو سميتك محمد السبيجي اه ماشي بنت الحرام كيف كدير سميت كتقول انا في الطوموبيل ما سميتكش نزار اسم الشهرة لك واخا شحال واحد نصبتو عليه من غير كروفيتا انا ما عارفش انا ماشي مجرم ما عارفش انا تشي فيه نصب ولا شي حاجه انا على اللي انت كتقولي دير كندير ما انا كتقولي ما بغيتش نتعلى نزار سكران ماشي باش نزار سكران الله ينزل عليك النعله انا راك انا عندي بلاتي قالت نزار سكران حدايا نزار سكران ايوا فهمو دابا هاد ندى حاسي مصيفطه للدنيا قالت ليها نزار سكران دونك حدايا هي واش كنت كنسكر بوحدي كنتي كتعطيني الشراب تخويه لي على فمي غنقول لك اللي كاين سمع الاوديو مزيان وشوف النبره ديال الصوت ديالها كنخش نقلب عندي شي حوايج فريمون غراف عندي شي حوايج كتهضر عليا الخيانه الزوجيه هادي دابا السيده راه فتحات لي دابا ندى حاسي عمرها توقعات ان واحد النهار غادي تافيش مع دنيا وغتعاود ليا كلشي هادشي ما عمرها تخيلاتو حتى في المخيله ديالها دابا السيده كتوريني راه الخيال كتوريه لي انا قسما بالله عمرني وريت له شي حاجه شحال هو معايا وعمرني وريت له شي حاجه واخا شفنا تما بان كاين توصيل صيفطتي لهم فلوس وفي الاول ديال الحلقه قلتي بانك انت ما خداماش منين كيجيوك هاد الفلوس هادو اللي كتصيفطي لهؤلاء ماشي مصيفطه لهم يعني الملايين ماشي كنت خدامه شحال هادي يلا ما بقيتش خدامه واخا ماشي خدامه يعني لا عاونتهم 200 اورو ولا 300 اورو راه ماشي شي حاجه اللي ماشي راه كنت كنصيفط لهم يوميا يعني راه كنت كنحرم راسي كنحيدها من راسي وكنعطيها لها فاش كنت كتبكي عليها وفقدت طلب فيها والسيده مع قلبها ابيض ودغيا كتحن كتحرم راسها وكتعطيها هي وهي كانت كتشري فيها الكار والشراب راك عارفه خي مراد انا قلت لك راه ما كنكذبوش انا دابا راه صدماتني راه الصدمه هذه قسما بالله الا تازمت قالت كتسعى بيا دابا انا حسيت كانت كتسعى بيا انايا كتسعى بيا انا وبنتها انا والدريه ديالها مصوراني هز الدري وانا ما شفتش في الكاميرا ما على باليش ومصيفطها للدنيا عافاك صيفطني لها فلوس شوفيني زار مسكين شاد بنتي حقاش بنتي ما لاقياش باش تشري الحليب ولا شي حاجه بحال هكذا وحشومه انا دحاسي اش هاد الشاحري وذا ما ربيتي في بنتك والو هادي الطربيه شي اوديو يكون انا تشمرات شرا ما نتوما طلقتوا بعدا ولا مازال لا مازال ما طلقناش وحيت شفنا كتمشي مع واحد السيد واحد اخر وانت كتشوف مورا هذا الشرا ما كيبغي لها الله يلعبو هي كتمشي مع واحد الرباعه ديال الشلابيه في التيك توك كيطلعوا كلنا نادا اللي كانوا شحال هادي يقولوا كلنا دنيا ومورا كلنا غيتا تبعني الموجات كيدافعوا عليها وكيقول لك ندافعوا على اختنا ولا بنتها والمراه المغربيه اش كدافعوا نتوما خصكم لا تدافعوا عليها خصكم تقولوا لها سيري لداركم ماشي جالسه مع الزلان وانت باقا يعني مزوجه بالراجل تطلقي ويخرج لك الطلاق ديك الساعات فين جالسه مع الدري وما لا جالسه ولاو كيايدوها كانوا كيسبوها شحال هادي وسبوا لها بنتها نسات هاد الشيء زعما ديك الشيء صراحه المشاهدين الكرام هاد الفعل ولا هذا ضرب سافل في الاخلاق ديال جميع المغاربة حنا المغاربة تربينا على الاحترام تربينا على الأخلاق الحميدة هادشي اللي ولينا كنشوفوه مشاهدينا الكرام مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي خطير وخطير جدا هادشي فات التفاهة وصل إلى الانحلال الأخلاقي
وهادو اليوم مشاهدينا الكرام نماذج حيه اعترفوا لينا بالصوت والصوره على ما يقع وراء الكواليس. انا راه ديما كنقول اخويا مراد، كنقولها في اللايفات ديالي، كنقول من الخوت خليكم ديما محايدين، ما تجيو لا من هذا لا من هذا، حيت ما كتعرفوش شنو كاين وراء الكواليس. كنقول لكم كنتو تعرفوا شنو كاين وراء الكواليس، والله تتكرهوا ديك الانسانه ولا ديك الانسان اللي كتطلعوا تقولوا لا مسكين لا كتعرفوا والو، نتوما كتشوفوا واحد الصوره اللي هما كيبغيو يعطيوكم، يعني راه بحال اللي كيمثلوا عليكم وصافي، ما كاين حتى شي حاجه ليا بصح. وهاد الناس كاملين كتباع وكتشرى على ود الفلوس، عرفتي شنو كيديروا على لي زابوني؟ ودابا في تيك توك على الفلوس يديروا اي حاجه، اي حاجه ممكن يديروها، تقدروا اي حاجه. كما قلت لواحد هذه واحد يومين هضرت معاه قلت له خويا بغيت نسولك شنو ما تقدروش ديروا على ود الفلوس، شنو اللي ما تقدروش ديروا؟ بقى كيقول لي قلت له شنو ما تقدرش ديروا؟ بغيت هذيك الحاجه اللي ما تقدروش ديرها نقترحها عليكم انا، حيت راه ما يمكنش. انا مؤخرا ما بقيتش كندير لايفات لان كلشي ولا طالع، ملي كتدخل 24 سور 24 لايفات عليا. هاد الناس 24/24 صافي، غتدخل في الصباح تلقى لايف، تدخل في العشيه تلقى لايف، تدخل بالليل تلقى لايف. ما يمكنش، ايماجين لايف 24/24 ما كيخليو ما كيقولوا عليا، عليا على وليداتي، على فين كتعرفوني، فين عرفتوني في السوشيال ميديا، ما كتعرفوا عليا حتى شي حاجه، وما كتعرفوا حتى شي حاجه على عائلتي. دونك ما يمكنش. انا هاد الناس هادو قلت لهم ما عرضتش عليكم وما رديتش عليهم وما طلعتش درت عليهم حتى شي لايف، ما بغيتش يكون بيناتنا ديك القضيه ديال السب والسب والشتم يعني متبادل. انا بغيت نكون كما كنقولوا لا بال لي دون مون كون. دابا طالعين واحد الرباعه يعني هما كما كنقول انا ما شحال بهم شي 6 ولا 7، يعني هاد الناس هادو راه عصابه ولا عصابه اجراميه، كيديروا اللايفات كيطلعوا كل مره كياخذوا شي فيكتيم. مره شحال هادي راه هادي دابا انا داك طلع معاهم، شحال هادي كانوا دايرين بها كيسبوها ويعايروها، دابا من موراها غيثه كل مره شي وحده. دابا حاليا انا هي لا فيكتيم اللي كاينه كيطلعوا يسبوني 24/24. شي وحدين اللي هما من فرنسا، شي وحدين اللي مسيرهم واحد الشخص مثلي جنسي، هو اللي مسيرهم، هو اللي كيعطيهم الخطط اش ديروا اش ديروا. وهادو اللي هما معاه اللي كانوا كيطلعوا شحال هادي في الانستغرام كنحاربوا الفساد وكنحاربوا المثليين وكنحاربوا ما عرفتش شنو دايرين فيها، كانوا كيشوفوا شي مثلي كيبهدلوه، ولاو دابا واحد كيتحكم فيهم مثلي ودير فيهم ما بغى. وهاد المثلي هذا انا عنده مشكل معايا، شحال هادي ودير عليا لايفات فريمون لايفات ما تقدرش تسمع ليهم، لانني انا صوفيا طالوني يعني بقيت هما كان امي مع صوفيا طالوني، منين دابز مع صوفيا طالوني وبغاو كيحرشني عليه وما بغيتش ما دابزتش معاه بقيت امي معاه ولا كياتاكيني حتى انا. ودابا هاد الناس هادو اللي كانوا كيسبوه ايوا، ومره الناس عارف اللي متبعنا هادشي راه يكونوا عارفين، ولا امي معاهم هو اللي كيسيرهم يقول لهم شنو ديروا في اللايف شنو ديروا فوقاش مشيو الصحافه، يعني كاينه عصابه منظمه. عصابه فريمون منظمه، وهاد الناس هادو اكبر نصابه. وانتم مستعدين انكم تفضحوا هادشي هذا؟ يا انا مستعد. شوف هاد الناس بعدا شنو كيديروا، بعدا هاد الناس كيشدوا الناس ديال الجاليه كياكلوا لهم الدماغ ديالهم، شي وحدين كيطلعوا بقى يبكي وكيديروا شي حوايج ما يمكنش على الدعم يديروا اي حاجه، ولو كياكلوا الدماغ ديال الناس وكيستغلوهم كيجروا شي وحدين للبريفي. عرفتي شحال من وحده جات لعندي كتقول لي بانني صيفط الفلوس لفلان، صيفط الفلوس، انا نتحدى شي واحد عمر نطلبت شي حاجه من شي واحد ولا شي واحد صيفط لي شي حاجه. هاد الناس هادو اكبر نصابه، ولاو كينصبوا عبر السوشيال ميديا. انا جو تروف با سا نورمال كهاد الناس باقين في اللايفات وما خلاو ما داروا، باقي حتى شي واحد ما تشد ولا داروا معاه غير سي با ما يشدوا غير حقه معاه ويشوفوا هاد الشيء. حتى شي بدنا نقول لك واحد القضيه، هاد الناس حتى شي واحد باقي ما داهمش، فهمتيني؟ نورمالمون انا شاكي فين، هذا شاكي بزاف ديال الناس، قريب ان شاء الله كلشي غادي يبان. هادشي نقدر نقول لك. وثاني حاجه، ثاني حاجه بقى في الموضوع ديال هذوك اللي كتطلع معاهم، هذيك نادو هذيك ما غنسميهمش، هاد النهار عمرهم ما حلموا به. هذوك اول حاجه نقول كلمه حق في هاد السيده، يعني طلقين علاش اشاعات اللي راسك غيضرك اخي مراد، يعني ما بقاتش غير القضية فيها المعيور، اش ولاو كيديروا لها؟ ولاو كيشدوها نقطة الضعف ديالها اللي هما ولادها، بحالاش كيقول لها انت مسامحة في ولادك وخارجك الدوري، انت مخلية ولادك، انت هادي. وانا مراد غنقول لك كلمة حق شت بعينيا، ماشي سمعت، شت بعينيا. انا ديك المدة اللي انا مع هاد السيدة هادي، انا شت كتنسى راسها وكتسبق ولادها من الاولين، تخيل معايا، ما تقدرش تمشي شي بلاصة بلا ما تدي معاها ولادها. في اي بلاصة خاص ولادها يكونوا كيلعبوا قدامها. الناس ما عارفينش لا هادي هادو راه هادي راه تهمات نشر وتوزيع ادعاءات لا اساس لهم من الصحه، بلاد من غير كيهضر يعني انا بالضروره كتهضروا ايه؟